بعدين كذا هنا زاوية قائمة، وعندنا هون كمان زاوية قائمة، زاويتين مع بعض هاي شايفينهم، هاي زاويتين هاي يوم من الجهتين موجودات واضحات. هون في عندنا فوق الزاوية الأولى في عندنا جرن بيضاوي هيك مستطيل مع فرزة هون، هاي إشارة المغارة، هاي إشارة المغارة اللي موجودة، إشارة ونازل منها سيال تقريبا 2 سنتي، هاي زي ما انتم شايفين ده القصير، هذول القصير صخري، مش معناته انه المدفن قدامهم زي القص الصخري القائم الزاوية قائمة لحاله، لا هذول القصير عبارة عن إشارة. ولو جينا باتجاه السيال الصغير واتجاه البوز، تبع القصين، شوف وين بده يودينا، يعني مسافة بسيطة جدا. خلينا نشوف وين بده يودينا. امشي هذا الاتجاه، الزاويتين القائمة، شوف هاي الصفا، شوف شو في عليها. هون في مربط فرس، مربط فرس جاي مخفي، وهذا الشكل، بيشبه الشكل الموجود على القصين الزوايا، القائمة. هون كأنه كاينين بدهم يحفروا وكانوا متركين الموقع. اذا هذا هو، هذا مربط تثبيت، هذا جاي جوا نجف صخري بشكل المغارة اللي موجودة في المكان. هاي زي ما انتم شايفين. هاي المكان، الاتجاه تبع الإشارة اللي هو هاي. هذا هو الاتجاه، وهذا هو.